عم تطلع وتفوت مع شب. بيكون ابن المسؤول كمان. حضرة الشرطي، أنا بطالب بالعدالة، لازم تحبسوا هاي البنت. كيف صار هذا الشيء؟ مين قال لك هالحكي؟ شو مانك مصدقني ها؟ شوف الرسائل تبعك. من ايمت هذا الشيء؟ جاي عم تسألني إلي؟ شو رأيك تروح تسأل بنتك؟ ابني هلأ بمصيبة وكله من تحت راسها هي. مصيبة شو؟ ما فهمت. طبعاً مانك عارفان شي، الشاب اللي ضربوا ابني بسبب بنتك هلأ بالعناية المشددة. اسمعني منيح، إذا بصير شي لابني أو لمنصب السياسي ما رح سامحك. لا أنت ولا بنتك، كون متأكد. شو؟ أكل القطة لسانك؟ إجا الوقت لتعترفي أبارجيتا، أنت ما قدرت تكوني زوجة منيحة أبداً وهلأ أثبتي إنك مانك أم منيحة كمان. صرعتينا وأنت تحكي للعالم إنك ربيتي بناتك لحالك، هي هي التربية تبعك؟ هي؟ وأنت أمي شو رأيك إليلي؟ مين أنت لتحكي عن التربية؟ انت عم تحكي عن شي بحياتك ما عملته اصلا. مو مهم انه الواحد يجيب ولد، تربايته هي المسؤوليه الكبيره يا استاذ. بتشوف حالك لما تشافي بتعمل لك شاي من ايديها وبتقدم لك اياه، بس لما ديشا بتشكك بقرارك وبتلومك لانك تركتنا كل هالسنين. بتروح وبتحبسها بغرفه مو هيك؟ يلا فوتي فوتي. هي ما اسمها تربايه. الحق علي أنا، كنت لازم أخذ بناتي معي لما رحت من 15 سنة وسافرت. كنت ربيتهم منيح أحسن من هالترباية، وساعتها كان بحق لي شوف حالي إني ربيتهم. بس هلأ أنا عم بدفع ثمن غلط إني تركتهم معي. ما لا عرفانة وين بنتي، ومع هذا الشي ما خلصت نلسانة. ماما